مباشرة هذه التطورات العسكرية الأخيرة في مخيم جنين في الضفة الغربية مع الاقتحام العسكري الإسرائيلي، وكما يذكر مراسلنا عميد قد يكون الأكبر من حيث عدد الآليات العسكرية، ولكن الساعات المقبلة ستظهر إن كان الاقتحام الأعنف للمخيم ولكم ساعه سيمتد هذا الاقتحام الاسرائيلي. هناك اشتباكات مسلحه مع المقاومين الفلسطينيين والذين قاموا بتفجير عبوة ناسفه بجرافه اسرائيليه عسكريه تحاول تجريف البنى التحتيه في المخيم. على كل حال، هذا ليس الاقتحام الاول لمخيم جنين، اقتحامات متكررة ومتعددة للجيش الإسرائيلي لهذا المخيم الذي كما تعرفون له رمزية كبيرة في الضفة الغربية، تسميه إسرائيل بوكر الدبابير الذي يعتبر مركز المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وقد قامت باقتحامه مرات عديدة، وهناك اقتحامات استمرت لعدة أيام دمرت فيها إسرائيل البنى التحتية للمخيم الذي يسكنه حوالي 15,000 فلسطيني لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. عميد، كنت نعم عميد كنت تقول بأن هذه المرة أو اللافت هذه المرة بأن الانتشار العسكري ليس فقط في المخيم ولكن يمتد أيضا إلى مدينة جنين ويعني في أطراف المحافظة، أخبرنا أكثر عن هذا الانتشار العسكري. نعم، قوات الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرنا تنتشر في أكثر من منطقة في محيط مخيم جنين، تنصب حواجز عسكرية لتفتيش السيارات قادمة إلى مدينة جنين وتحديدا من القرى الجنوبية من مدينة جنين. هو الاقتحام الأكبر من ناحية عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي خرجت من المعسكرات المحيطة بمدينة جنين والحواجز العسكرية المحيطة بمدينة جنين، وأبرزها حاجز الجلمة شمال مدينة جنين ومعسكر سالم إلى الغرب من مدينة جنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز في محيط المخيم في هذه الأثناء من عدة النواحي، ولكن المخيم محاصر بشكل كامل، وحتى مستشفى جنين الحكومي هناك تواجد كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الطريق المؤدي إلى مستشفى جنين الحكومي وعلى مدخل المستشفى وهو المستشفى القريب من مخيم جنين. تم تفجير عبوة ناسفة بجرات عسكرية إسرائيلية، والآن المعلومات الواردة من مخيم جنين أنه تم تعطيل الجرافة العسكرية الإسرائيلية بعد تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية تقوم بعمليات تجريف في محيط مخيم جنين. بالفعل رأينا تفجير لجرافة عسكرية إسرائيلية في المنطقة التي في المنطقة الشرقية من مخيم جنين، حيث تقوم جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية في تلك المنطقة التي دمرتها في السابق أكثر من مرة، وبعد إعادة ترميمها تعود جرافات الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى لتدمرها هذه الليلة. عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية وأربع جرافات عسكرية إسرائيلية تنتشر الآن في محيط مخيم جنين وتقوم بعمليات التجريف وتدمير للبنية التحتية، والقناصة عن أسطح المباني العالية يطلقون الرصاص باتجاه شبان فلسطينيين ومتظاهرين فلسطينيين يشعلون الإطارات المطاطية وسط مدينة جنين في محاولة للتشويش على طائرات مسيرة إسرائيلية تحلق في سماء المخيم. شكرا جزيلا لك عميد شحادي مراسلنا من جنين.